هلو يا علوي، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيشتم يا احلى ناس حبايبنا الكرام. اليوم مثل ما انتم شايفين نزل حدث جديد يا اساطير. حدث اليوم شباب مثل ما انتم شايفين نزلت الكنز السوداء، الحقيبه دراجون النادره، اوكي يا حلوين. وعندنا كمان اللحيه السوداء واللحيه البيضاء، يعني اندر اربع اشياء باللعبه فري فاير، اوكي حبايبنا. قبل ما نشاهد المقطع شباب لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وحبايبنا بدنا نوصل هذا المقطع ل 10,000 في اللايك، اوكي يا اساطير. حبايبنا الكرام خلينا ندخل على الحدث، اوكي، ونشوف شو فيه وشو ما فيه شباب. اوبا، لا هذا اكثر حدث اكرهه بلعبه فري فاير. اوكي شباب، مثل ما انتم شايفين شباب عندنا هون يعني مثل حديقه الملاهي، ولا ما اعرف اذا فهمتوا شو عم اقصد، اوكي. تسحب وتطلع ولازم تحاول تحصل على على الـ على الـ على الهدول. طبعا شباب خلينا نشوف عندنا هون شباب 25 بناخذ حبه، ب 5 بناخذ 100، و 10 بناخذ 175. ليك شباب بدنا نجرب 5، اوكي نجرب نحط له يس، نعمل له واي، اوكي تشانس تو كوب شوت افيك سكسي، اوكي اوكي خلينا نعمل هيك لنشوف. هلا هون على اليمين، ايوه ايوه اوكي اوكي لحد الان، اوكي اوكي نشوف. طبعا شباب هدفنا انه نحصل على هذول الاشياء، اشياء مثل ما انتم شايفين شباب، نحصل على الـ على الـ على الـ على هي الشيء الاجيال اللي فيهم الترا يعني الاشياء. اوكي شباب مثل ما انتم شايفين شباب اذا بنحصل وما بنقدر نشيلها، اوكي هي اوكي هي وضع زفت. طبعا شباب خلينا نعمل هيك، خلينا نعمل هيك، خلينا نمشي هيك، هي ايوه بلكي لانه على اليمين يمكن ممكن ما يكون. اوكي اوكي هي نشيل، يلا 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 حبايبي. طبعا شباب انا عندي الحقيبه واللبس كز السوداء واللحيه البيضاء، بدي بس اللحيه السوداء شباب، اوكي بدي بس اللحيه السوداء، ما بدي شيء ثاني، بدي بس اللحيه السوداء لانه عندي عندي اياهم. يلا سوبر بوارد، هات لنشوف شو فيها. اوكي طبعا شباب طبعا شغلين نتاكد بنفتح هذول، ما نقدر نفتحهم. اوكي ما نقدر نفتحهم، طيب ماشي خلينا نجي لهون لانه حابب كنت اضغط هون شباب، فهمتوا علي، واشوف شو موجود في فيه يعني بداخل هذول الاشياء. يعني يا اخي هذا ما بده يجي، هذا ما بده يجي يا اخي. يلا خلينا نعمل 10 10 مرات، نشتري كمان 10 سحبات. يلا تعال يا زلمة، يا زلمة ما بده يجي هذا يا شباب. وال يلا يا اخي، لا حول الله يا ربي، لا حول ولا قوه الا بالله. شو خلينا نعمل في الشباب مره احيانا اللعبه بيصير مع اشياء. جيبه نعمه، شو ها يا هاني عليك، واخيرا هات لنشوف يا زلمه كل هالشيء بيطلع لي هذا، اقسم بالله عيب عليهم. يلا مشكلة يا شباب انا يعني ما بعرف اذا عملنا ريفريش مثلا ب 10 جواهر، ما بعرف هذول يعني ممكن هل يا ترى بيكونوا في هون مثلا. بصراحة يلا خلينا نعمل هيك، خلينا نحاول نحصل هذول، نجرب هذول حظنا هون يا شباب. اوكي لبسة عادية، يلا 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 جيبوا، هي هي. لا يلا هذول شباب الصناديق في التوب يعني الاخرين، وين الوسطات، وهذول يعني هذول يعني ممكن نحصل على شيء منهم. اوه استحدث بي 40 حلو هذا باكجات. خلينا نجي على اليمين، اوكي تعال هون. والله شايف شباب راح اعمل ريفرش لهالصناديق هذول، شايف هذول صناديق بيض ثاني، اعمل هيك ليتس جو، هات لنشوف. رح نعمل ريفرش، رح نعمل ريفرش شباب، نعمل ريفرش شباب. بتعرفوا ليش؟ لانه اهم شيء نحصل على هذول، نحاول نحصل على هدول هدول هدول. اوكي نشتري كمان 10 لفات يا اخي، ليش يا غبي يعني؟ خلينا نشتري مرة نشتري 20 وخلاص يعني، تم نقعد ونشتري وما نشتري شباب. يلا يا سلمي، اوكي هاي اوكي تبع الثعلب هاي شباب. انا بعرف شباب، انا بعرف هيك احداث لازم يعني صعب 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 انك لازم تقعد وتكبس انت وحظك. ها يلا ان شاء الله، هي ان شاء الله ناخذ هاي الكبيره. اوكي اوكي شباب هذا الحظ بيت، اوكي رح ناخذ هدول، تركنا رح نرجع لهذيك بعد شوي. يلا ليتس جو، اوكي
هات ناخد ثواني شوي. ما بعرف شباب لانه ثواني شوي نجيب هيك لوس. اوكي خلينا نرجع عند هاي اول شيء شباب، نرجع من اول وجديد. قول لي جبتش يا اخي يا اخي فهمت لا يا زلمه لا يا زلمه لا يا زلمه لا 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 شباب لا، وانا مفكر حالي انه خلاص يعني يا ولا بشي ما فهمت شباب. لاحظت انه بيعطوني اشياء قويه بالصناديق العاديه وال ما بفهم شيء شباب، بيعطونا اشياء جميله ولوز لوز اللوز بالعاديه. اوكي يطلع لنا ولا في اشياء فيها جوائز اسطوريه الصراحه. هتفتح هاي اوكي طبعا طبعا شباب ليكم ليكم الجوائز. اوكي طبعا شباب هون الابيض بنقدر نحصل على كل شيء. اوكي هذا هو نفس الشيء يعني، وهذا كمان شو تخيل الله يعني شو الفرق بين هذا وهذا فهموني. شوف في زياده وهذا وهذا شباب. هذا فيه الضحكه. الفرق بس فيه الضحكه والنسر والشخصيات والاسلحه وباكجات اسلحه يعني، بس فرق فيهم فيهم باكجات اسلحه يعني، هذا الشيء اللي فهمته يعني، والباقي كلهم نفس الشيء. اوكي معناتها يا شباب بدنا نفضي كل الموجودين هون. يلا ليتس جو. والله الشباب هذا هذا حدث بيجيب بيجيب يعني لازم الاحداث هذا الاحداث الثانيه شباب مثل متجر هاكر وهذول يعني بدقيقتين يعني بتحصل على شيء. هلا بتقعد بيسحب وتشيل ويك ويك. يلا روح ليتس جو. يلا يا زلمه جيب لنا هذا اللعيبه. نفس الشيء صدقوني شباب عندي باكجات بالحساب، لازم نعمل لكم فيديو اسطوري شباب. اذا بدكم نعمل فيديو اسطوري للباكجات اكتبوا بالتعليقات يا اساطير. تفتح باكجات شباب، عندي تفتح باكجات شباب من هذيك هذاك اليوم حسبت انه تقريبا عندي اكثر من 30 على حسب حسبته على كل صندوق وكل عندي تقريبا شيء 20,000 جوهره من 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 باكجات. يلا يا زلمه. اوكي اوكي حظ بيض حظ بيض. اوكي طبعا شباب رح نشتري كمان، انا شايف شباب رح اشتري شيء ثلاث شيء ثلاث كمان شيء 30 لفه. خلينا نشتري 20 لفه. يلا خلينا ناخذ هذول. راحتها بالعكس وجابها حلو. يلا لو حطها بالعكس وعم يجيبها يعني شو 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 شو. اوه ماي جاد فرجوا هذا يا اخي بطيء. هلا هلا الحدث بطيء كثير شباب، بطيء كثير يعني تعتقد شباب لحد الان ما حصلت ولا ولا شيء ولا شيء يعني على القليله شيء شيء كنزه شيء شيء تيشيرت شيء لحيه ولا شيء. وات وات لا 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 هذا شيء شباب، هذا شيء ما بعرف في شيء غريب بالامر. راح ارجع لنفس الاستراتيجيه تبعيتي شباب واعمل يعني ثواني شوي خلينا ناخذ نشوف هذول ناخذ اخر مره. لا 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 هيك كثير شباب، هيك كثير اقسم بالله هيك كثير. رح نفضي هاي رح نفضي هاي. انا اللي اخذنا نفضي هاي نشوف اخرته. يا وات وات نجي لهون. اكره هالاحداث اكرههم لانه الشباب هالاحداث احداث ما بتعرف ما بتعرف ما بتعرف كم 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 يكلفك السكن او كم يكلفك الشيء اللي لازم تجيبه يعني فهمتوا علي؟ ما بتعرف يعني ما بتعرف شو شوفوا. اوكي فضينا كل شيء. لما نصرف كل الشباب لما نصرف كل شيء اوكي يعني لما نصرف كل شيء لما نعمل ريفرش يعني بلاش فهمتوا علي؟ وبعدين يعني وبعدين مع الحدث يعني اعطونا اي شيء. حابب اعرف انه 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 هل يا ترى موجود هالسكنات بهالصناديق ولا لا؟ ولا عم يضحكوا علينا ولا كيف يعني فهموني بشان الله. اولالو يا اخي بدي بس اللحيه السوداء. انا جاي اخذ اللحيه السوداء واروح. انا جاي اخذ اللحيه السوداء وبس، ما بدي شيء ثاني. يلا اللحيه السوداء يا زلمه ان شاء الله. ام بي 40 اوكي شباب عن جد شيء مزعج بصراحه يعني. نشوف اوكي شباب صراحة ما عاد افهم شيء.
هيا ناخد كمان 105 نشوف. يلا يا ربي. لا هيك يعني والله ما بعرف شباب بصراحة، ما عاد افهم شيء يعني. يعني والله الصراحة ما عاد افهم شيء من هالحدث يعني الصراحة، يعني ولا شيء لحلي ولا اي شيء ابدا اعطوني شباب. شو هاد عن جد يعني شيء و هنرجع ناخده يعني شباب والله بعرف يعني شو هذا، شو هالمسخرة هاي يعني، شو هالمسخرة هاي شباب، شو هالمسخرة بهاللعبة يعني. يعني شباب تعتقدون الجوهرة بشل ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء شباب، ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا اي صندوق. حبيت اخذ صندوق عادي ولا اي صندوق شباب، ولا اي صندوق. حبيت اخذ شيء مثلا سيسكن، عارف انه شيء يعني صراحه يعني ما عاد افهم من الحدث شباب. طب عشان انا عندي الحقيبه من زمان وعندي التيشيرت هذا البولو الاب الاسود. لا هيك كتير صار هيك شباب والله العظيم، هيك قسم بالله يعني ما اعرف يعني عن جد شيء بيهبل يا اخي. انا بدي بس شباب، بدي بس اللحيه السوداء يعني. يلا لا والله شباب هيك يعني شيء بخلي واحد ينزعج هالشيء يعني. حد صار لي ساعه عم بضرب بلف، صار تقريبا 1200 جوهر شباب، ولا شيء ولا شيء، ما حسيت على ولا شيء ولا اي يعني. يا اخي اعطيني حقيبه، اعطيني ايش مكان يعني، فهمني انه يعني شو هذا. ها لا والله العظيم شباب ما بعرف شباب الصراحه شباب ما بعرف. تفرج لايك شباب، اقسم بالله كثير هيك عن جد، كثير هيك عن جد كثير. هي اسمها مسخره هي شباب. انا الصراحه بلشت يعني اعصب يعني، شو هاد وات ذا فك. وهل اقسم بالله شباب لك ولا شيء ولا شيء عم بيعطوني دخيله. الله نسر. طب شو بدي اعمل بالنسر انا يا اخي، شو بدي اعمل بالنسر يا اخي؟ بدي اعمل ريفرش، اعمل ريفرش اشوف، ما اعرف يا اخي. نطلع من حدث نرجع ندخل، والله ما بعرف يا شباب. ثواني يعني لحد ليش ما حصلت على اي شيء ابدا 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 شباب. لا هي مسخره هي شباب، هي مسخره شباب. هذا مو حدث اسمه، هذا اسمه مسخره. هنشتري كمان، لا حول ولا قوة الا بالله. خلينا نشوف بعدها. لا يا شباب هيك الامر صار يعني يا اخي بدي اجرب اشتري ثواني نشوف. تفرج ريفريش، خلينا نعمل هون شباب. بدي اجرب اخر لفه، بدي اشتريها اخر ضربه، بدي احاول يعني اشتريها ب 25 جوهره. تمام نجرب بس على ضربه واحده مثلا نشوف الوضع لنشوف. لا يعني شباب هيك عن جد صار كثير هيك، صار كثير امر كثير مزعج يعني الصراحه. خلينا ناخذ هدول الصغار. لا يعني عن جد شيء مزعج عجب. هل يا ترى عندي اللحيه السوداء وما لي خبر، ولا كيف انا مش هيك ما بيعطوني اياها؟ اقسم بالله شو هاد. تعال هون هوني عن جد شباب شيء يعني فهم يعني وات. ثواني شوي نشتري، نضرب على هاي. اوكي ليتس جو. هاي تعجيز شباب، هذا شيء، هذا حدث تعجيزي صدقوني، هذا حدث تعجيزي 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 100%. هاي اشترينا وحدين نشوف. اوكي صندوق، والله شباب ما بعرف، بدي اروح اتاكد من شغله. انا قاعد عم بحرق حدث حجب وعلي عندي يعني، هل يا ترى عندي اللحيه وما لي خبر؟ والله شباب ما بعرف، عشان اتاكد يعني لدرجه بدل. هي عندي هي اللحيه، اوكي عندي هي ما في مشكله. اللحيه السوداء عجب، هل يا ترى عندي اللحيه السوداء؟ اللحيه البيضاء اوكي. اوكي يا اخي هذا هو يا شباب. كان شيء خايف منه شباب، الشيء خايف منه هون بدل حدث شباب. تعرفوا شو
الشيء خايف منه شباب انه في شيء غريب هذا الحدث. شيء خايف منه اللي تكون هاي اللحية حاطين اللون الأسود بس, بس 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 تكون مثلا اللحية ال 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 تنجرب خمسة شوف يا أخي ما راح يطيف. خلينا نجرب. أنا خايف اللحية شباب تكون اللحية اللون الأسود هوني بس ولكن تكون اللحية البيضة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثواني. لا شباب هيك كتير هيك صار أقسم بالله. يعني إنه بخير بوديكو أو كوا. يعني والله ما دفهم شيء شباب هذا الحدث. صراحة ما دفهم شيء شباب شو ما أعرف. يعني ما عن جد الأحداث صار ما كل ما عم بتصير بيض في بيض شباب. Oh my god. Oh my god شباب. صدقوني شباب أنا إذا هي ما باقي عمي 400 إجوا ما إجوا ما راح خلاص راح أنسى الأمر. صدقوني راح أنسى الأمر. هيك شيء مهزلة هذا. شو هذا يعني بتحكوا علينا شو فرج. هي عم ريفرش تاني كمان. طب شباب يعني احسبوا صار تقريبا الفيديو شباب صار له داخل ال 20 دقيقة شباب. 20 دقيقة شباب عشان حدث واحد فقط. ولك لحد الان شباب ما حصلت ولا على شيء ابدا. يعني لحد الان ما حصلت على اي شيء من اللي على اليسار موجودين يعني. لهيك شباب انا عندي شك انه هاي اللحية السوداء. انا كان بدي بس اللحية السوداء اوكي؟ لانه عندي اللحيات الباقية وكل شيء لوز اللوز. عندي الكنزة البيضاء، عندي التيشيرت الاب الاسود والحقيبة، وعندي اللحية مثل ما انتم شايفين، يعني عندي كل شيء تمام؟ بس يعني هل يا ترى هيك عم بيصير شباب متخربطين؟ هي مش لحية سوداء لحية بيضاء؟ الله اعلم. هيك شباب؟ لانه مثل ما انتم شايفين شباب لحد الان ما اعطوني ولا اي سكين. يعني ما اعطوني اي سكين شباب، اي سكين ولا اي سكين، صفر سكين شباب، صفر سكين شباب. لهيك شباب ما اعرف شو بداخلكم، اوكي؟ راح يعني شيء بيهبل. لهيك شباب اي شخص عنده اللحيه البيضاء من قبل، لا عنده اذا عنده اي لحيات مو اي شيء من هدول الاربع عناصر، اوكي؟ يعني اذا عنده نفس الحاله اللي كانت معي هي اللحيه السوداء بس يمكن تكون بيضاء بالاخر، انتبهوا شباب. الله يخليكم انتبهوا حبايبي. رح نكمل شوي لانه مثل ما انتم شايفين شباب لحد الان مشتري كمان لفات سحوبات. لحد الان شباب ما اعطوني ولا شيء. وات ذا فك شو هذا؟ شو هذا شباب؟ اوكي شباب يكفي نكمل هاي نكمل هاللفه نتاكد من هالامر. اوكي شباب انا حسب استنتاجي شباب هاي مو لحيه بيض مو لحيه سوداء، هاي لحيه بيضاء يا شباب حسب استنتاجي شباب. لانه لحد الان ما اعطوني ولا شيء من على اليسار ولا شيء ابدا ابدا شباب ابدا ولا شيء صفر. يعني راح افرجيكم شباب. لا خلاص الامر انا برايي هيك الامر شباب. انتبهوا حبايبنا انتبهوا شباب. اوكي شباب ركزوا معي الله يخليكم شباب ركزوا معي حبايبي. اي شخص يعني انا بالنسبه لي استنتاجي هيك شباب. هذا استنتاجي شباب. اكتبوا لنا بالتعليقات شباب اذا حطيتوا على اللحيه السوداء اكتبوا لي بالتعليقات الله يخليكم شباب. طبعا شباب راح افرجيكم عندي اللحيه البيضاء شفتوها بعينكم. اوكي راح افرجيكم كمان الكنزه السوداء. افرجيكم الكنزه السوداء اوكي وين طبعا الكنزه السوداء بتكون اخر شيء تحت 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 الشيء. اوكي يا اساطير راح افرجيكم الكنزه السوداء. ويت ا مينيت وين الكنزه السوداء. هي الكنزه السوداء شباب وراح افرجيكم كمان يعني اللحيه عندي اللحيه اوكي اللحيه عندي هي طبعا هي في هي وفي هي كمان يا اساطير. هل يا ترى متخربطين يعني حاطين لك اسود هون بابيض؟ الله اعلم. فهمتوا علي يا حبايبي؟ في شيء غريب بالامر عن جد في شيء غريب. اوكي حبايبي هيك شوف خلينا نحط نرجع اوكي. وبالنسبه لل يعني لل 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 الحقيبه شباب هي الحقيبه عندي اياها كمان. وينها؟ وين الحقيبة؟ ها هي الحقيبة شباب عندي اياها من زمان اوكي. يعني عندي الكنزة السوداء واللحية هي بس ولكن اللحية باقي يا اساطير اللحية السوداء بس. هل يا ترى متخربطين؟ والله ما بعرف شباب صراحة ما بعرف شباب. اذا حد طلع له اللحية السوداء شباب يكتب بالتعليقات لانه بهذا الحدث انا متفاجئ مستغرب شباب ما بعرف شو عم يصير اوكي. اذا في غلط بالحدث بتمنى ينحل بسرعة
اوكي حبايبنا، هي بيكون تاع مقطعنا مقطعنا اليوم شباب. ان شاء الله عجبكم المقطع، اكتبوا لنا بالتعليقات شباب، خلينا نشوف وبس. اوكي حبايبنا الكرام، نشوفكم على خير، سلامات.